بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مستر تشيرمان، دكتور محمود، دكتور علي، والدكتور محمد، دكتور لمياء، والدكتور محمد، ما شاء الله، وكل زمايلنا الحضور. ان شاء الله هتكون محاضره معظمها باللغه العربيه اللي انا بحبها وانتم بتحبوها اكيد، ولما نقول محاضره في وسط 40 50 محاضره بالعربي يعني مش كتير. في الاول هو جميل ان احنا عندنا واضح كلنا الحس الوطني، يعني من اول ما الدكتور احمد المنشاوي قال، والدكتوره ميسه، والدكتور مجدي، وانا ديني كنت محضرها يعني كشريحه، اللي هو يوم ان استرددنا كرامتنا وارضنا. فاليوم النهارده يوم بهج كده، ويوم حلو ان شاء الله، وشايف كل الوجوه مبتسمه ومستبشره، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ويطلع المؤتمر برضو ده ويخلص بطريقه كويسه قوي. انا حبيت اشوف ايه الأخطاء التي قد نمارسها أو قد يمارسها بعضنا في معالجة الكورونا. فيعني قعدت كده في الورق اللي عندي بتاع، كل ما الاقي حاجة احتمال يكون فيها خطأ اروح اكتبها، لغاية ما رحت ايه، قلت خليني كفاية، عملت 3 شرايح اللي هم المقدمة والنهاية، وطلعت 17 نقطة حطيتهم في 17 شريحة، ان شاء الله يخلصوا في المدة دي. اول حاجة عدم، لكن لو كملنا يعني عاوزين نكمل مرة تانية يبقى هنلاقي يعني الغلط كتير. أول حاجة عدم ارتداء الماسك في العيادة والتجمعات وفي المؤتمر ده بالذات، يعني نخليكم يعني إيه تلبسوا، وفي القعدة مع شركات الأدوية بره الدنيا قافلة شوية كده، زحمة شوية، فتاخدوا بالكم يعني من نفسكم، ربنا يحمينا. عدم تطبيق التباعد الاجتماعي أو المجتمعي أو الجسدي، على الأقل اعمل لنفسك متر حرم آمن حولك، فمن كل ناحية كده محدش يقرب مني لمدة متر. عدم غسيل الأيدي واستعمال الكحول والمطهرات بكفاية. الاكل في العياده والمشروبات التي يحضرها سكرتير العياده، يعني اكيد مش قادرين، يعني انا شخصيا مش عارف اتخلص منها، ما اضمنش بيصلحها بيوضبها كويس ولا لا. من لم ياخذ اللقاح فليسارع باخذه. ما اعتقدش ان في حد فينا ما خدش لقاح خالص. 1 2 3 4، ايه ده، 6 7 8 9 10. طب ما ده كتير على فكره يا جماعه يعني. طيب طيب الحق، المهم اللي لو خد، من اخذوا اللقاح، لو ناخد اللقاح لو عرضوه علينا للمره الثالثه. الوزيره كانت بتقول انها تدي شويه في المدارس من سن 16 وهتدي الامراض المزمنه، فانا متوقع يعني قياسا على ذلك ان هيدوا الفريق الطبي، فغالبا هتتعرض علينا واحده ثالثه فناخدها. في نقطه يمكن غريبه شويه لكن هي في الواقع هي كده، الاستمرار في الاعتقاد ان مناعه القطيع ستتحقق بالتطعيم مره واحده ل 70% فقط من السكان. مش احنا ساعه ما طلعت الكورونا في الاول قالوا 70% من السكان نعمل مناعه قطيع ونبقى ارتحنا. الكلام ده كان ايه؟ الكلام ده ثبت ان هو مش صحيح. كان هذا الاعتقاد سائدا مع الرعيل الاول من سلالات كورونا اللي هي كانت في ووهان، حيث كان المصاب، كنا زمان نقول المحاضرات دي، المصاب ممكن يعدي 2.5 شخص. فبالطريقه دي لما حسبوا بعمليه حسابيه تم حساب 70% من السكان كعدد لازم لتحقيق مناعة القطيع اللي أنا بحب أسميها الجموع مش القطيع. فكان كده. دلوقتي اللي حصل مع تعاقب السلالات الجديدة سريعة الانتشار أصبحت هذه النسبة غير كافية، لأن دلوقتي بنقول الدلتا أكثر انتشارا، ومش عارف البيتا كانت أكثر انتشار من وهان، والدلتا أكثر انتشار، فدلوقتي عمال أكثر انتشار، فبالتالي يبقى بقت مرض سريع الانتشار. سريع الانتشار يعني كأنه بقى زي الحصبة اللي هي سريعة العدوى تتطلب، عشان كده الحصبة ما ينفعش فيها 70% من السكان، لازم يلقح أكثر من 95% أو يلقح كل السكان. إضافة أن الشخص الذي تطعم ضد الحصبة لن ينشر المرض، بينما الشخص الذي تطعم ضد الكورونا لا زال قادرا على نشر المرض. ودي برضه يعني نقطة لسه كنت بناقشها مع الأستاذة الدكتورة ميسة قبل ما نبتدي المؤتمر. هناك بلاد وصلت نسبة التطعيم أكثر من 70% ومع ذلك لا زالت تظهر بها حالات جديدة، أكيد حضراتكم عارفين إسرائيل وأمريكا وكده يعني. إضافة إلى أنه 6 9 شهور نحتاج إلى إعادة التطعيم لأنه سيكون قد فقد فعاليته. 6 شهور 8 شهور يعني، المهم يعني إيه، ما نقدرش نقول إن نطعم 70%، لو وصلت إحنا دلوقتي وصلنا حوالي 15% يمكن من الشعب المصري، ما نقولش لغاية ما نوصل 70 يبقى معنى كده إحنا خلاص في الأمان، لا، ده أنت هتعوز تطعم اللي كانوا بتطعموا تطعمهم تاني. الخلط بين كورونا ونزلة البرد والإنفلونزا وحساسية الأنف، الاستاذه الدكتوره ميسه والدكتور مجدي اتكلموا فيها شويه، لكن ممكن نقول ايه، ريح مخك، برد اليومين دول كورونا حتى يثبت العكس. زي ما كنا بقول برد اغسطس كورونا، برد سبتمبر كورونا، برد اكتوبر كورونا. كورونا ممكن تاتي باي اعراض تتسبب بها الانفلونزا او نزله البرد. هناك اعراض ترجح الكورونا
زي فقد الشم والتذوق، مرار في الفم في المده الاخيره بالذات، الموجه الاخيره بتتقال، احمرار في العينين، اسهال، او تاريخ مخالطه لحاله مرجحه او مؤكده كورونا. دي يعني بتخليك تميل ناحيه الكورونا اكتر. قد يرجح الانفلونزا لو كان بيجي له الدور ده كل سنه بنفس الكيفيه، يعني من قبل ما تطلع الكورونا هو بيجي له الدور، فيعني ممكن يكون هو اللي بيجي كل سنه. وهناك اسئله قد ترجح ان يكون الموضوع حساسيه، زي تاريخ سابق عندي باست هيستوري او عندي بريزنت هيستوري اوف الرجي في اي حته في مناخيري في 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 جلد في عين، او تاريخ عائلي. اعتبار من الاخطاء برضو اعتبار الحاله ليست كورونا اعتمادا على مسحه سلبيه واحده. ساعات تقول ازاي انا عملت مسحه او العام مسحه خلاص ما نعتبروش، لا، تذكر ان حساسيه المسحه البي سي ار هي 65% فقط، بمعنى انه توجد فرصه الثلث ان تكون المسحه سلبيه بينما الشخص مصاب. ولذلك لما يجي لي حد واتعمل مسحه وانا شاكك من شكله كده الدنيا ماشيه ان هي كورونا، يبقى ابدا العلاج وابدا العزل لو كان الاشتباه كبيرا، وتعيد المسحه لو بقى يعني مش مصدق، اعيد المسحه بعد 48 ساعه تاني غالبا هتطلع ايجابي. المبالغه في طلب تحليل دي دايمر وعدم ادراك انه قد فقد مكانته. الدي دايمر ده كان يعني ايه؟ كان هو يعني الماستر كده في اول الموجه. حاليا حسب البروتوكول الجديد، البروتوكول المصري الجديد، نعطي معدلات التجلط او نحجبها او نوقفها بغض النظر عن قيمه دي دايمر الى حد كبير. يعني ممكن نقول كده انا خدتها برودلي او عملت اكسترابوليشن، لكن هي تقريبا كده. دي دايمر فقد اسباب كثيره تسبب ارتفاع دي دايمر، مجرد الحقن والخبطات والكدمات والشكشيك في العيان والكلام ده كله اللي بيتعمل له لما يكون عيان، ممكن كل ده يزود الدي دايمر. فبالطريقه دي يبقى ممكن نقول شويه الابيات الشعر دي في رثاء الدي دايمر: لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسانه، هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمانه، وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شانه. انا عارف اسم شعر صعب يعني كده مش فاكره، لكن هي الابيات متداوله وكلنا بنحسها ان مفيش حاجه قاعده على حالها يعني، ومفيش حد ما بتدملوش ابدا يعني. من الاخطاء برضو طلب الاشعه المقطعيه اكثر او اسرع من اللازم، تكاليف لا داعي لها على المريض والنظام الصحي، ونشر للعدوى، العينين دول اللي فيه احتمال يكونوا كورونا عمال يروح مراكز الاشعه فبينشروا العدوى، لا يلزم طلبها لو الحاله بسيطه او الاعراض التنفسيه قليله او معدومه. اذا ما كانش عندي اعراض تنفسيه خالص فيعني غالبا مش هيكون يعني حاجه في الصدر. المفروض لا نطلبها قبل 5 ايام من بدايه الاعراض، قبل ذلك غالبا لن يظهر بها شيء. في ناس بيجوا من اول يوم يروح يعمل الاشعه المقطعيه، ولكن اطلبها بغض النظر عن المده، مش لازم، مش قانون حكايه ال5 ايام. لو جاءني المريض باعراض تنفسيه شديده من الاول او نقص في الاكسجين في هذه الحاله ممكن اطلب الاشعه المقطعيه، يبقى اللي بعمله صح. عدم قياس الاكسجين من الحاجات الغلط، ان احنا لما بيجي العيان عدم قياس الاكسجين وعدم التنبه لنقص الاكسجين السعيد او الصامت، المريض اللي هو بيسموها هابي او سايلنت هايبوكسيا. المريض لا يشكو من ضيق التنفس، جاي لي حلو كويس خالص وكنت يعني خلاص قربت امشيه، ببص بشوف الاكسجين كده عشان يعني نتاكد بس ولا امشي حالك عشان ارضيه، لقيت الاكسجين بتاعه اقل من 90%. ليه بتحصل الهابي هايبوكسيا، او ايه النظريات بتاعت ان ازاي في اشمعنى في الكورونا ممكن الاكسجين ينقص من غير ما تحس بيه؟ يعني اتقالت نظريات ممكن يكون بعضكم مقتنعين ببعضها او مش مقتنع، مش مقنع، لكن يعني as oxygen levels drop in patients with covid 19 the brain does not respond until oxygen falls to very low levels. فما دام البرين مش ريسبوند يبقى معنى كده at which point the patient senses dizzy، عشان كده هو مش حاسس بالدسنيه. لسبب من الاسباب ممكن يكون البرين في حالات الكورونا بالذات ما بيحسش غير لما ينزل اول اكسجين. تاني حاجه، most patients with silent hypoxia also have low partial pressure of CO2، CO2 ناقص برضه، which could reduce the effect of low oxygen. يمكن لما يكون الاكسجين ناقص والسي او 2 عالي يمكن يبقى الواحد يعني ايه يحس اكتر، لكن ده السي او 2 بتاعه كويس. ثالث حاجه، كورونا فيروس may exert a peculiar action on how the body senses low levels of oxygen. This could be linked to lack of smell. مش معنى lack of smell يعني بيقول ايه؟ ما اعرفش، ما يعني الجسم بيشم الاكسجين يعني، لكن يعني بيتقال ان ممكن يكون ما بيحسش نقص الاكسجين كويس، ما بيحسش بيه. The nature of pulse oximeter نفسه
وده يمكن ماشي مع الفسيولوجي والديسوشيشن كيرف والكلام زي كده. It is accurate when oxygen levels are high or are normal, but it exaggerates low readings. في low readings كل حاجة إيه بتنزل بسرعة. ولذلك لابد من قياس الأكسجين في كل المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا. دي الرسالة يعني. عدم توحيد التعريفات وعدم الكلام لغة واحدة في تعريف شدة المرض. يعني ساعات كتيره كلنا يعني اللي بيجي يعمل حتى ابحاث وبتاع ساعات بنبقى بنلاقي نفسنا يعني داخلين في 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 كذا كلاسيفيكيشن للسيفيريتي. فلناخذ ما دام احنا ارتضينا باللجنه العلميه واللجنه العلميه الموجوده وهي المفروض الممثله للدوله ولغايه دلوقتي الدنيا يعني ماشيه مع في مصر بالنسبه للكورونا ماشيين بالنسبه للعالم كويسين يعني. فلناخذ بتعريف اللجنه العلميه هي عرفتها في البروتوكول الاخير تعريف بصراحه سهل. مايلد مودريت سيفير كريتيكال ايل. المايلد قالوا نو نيمونيا ونو هايبوكسيم. المودريت يبقى فيه نيمونيا لكن ما فيش هايبوكسيم. السيفير فيه نيمونيا وفي هايبوكسيميا بس بتستجيب للاكسجين لما بديله اكسجين بالماسكات والحاجات العاديه دي بيستجيب. كريتيكالي ال لما يكون فيه نيمونيا وهايبوكسيميا بس مش بيستجيب للاكسجين. يبقى دول اربع درجات ممكن يكونوا كويسين لما انا اقول مايلد كوفيد مودريت كوفيد يعني ممكن كلنا يبقى لغه واحده نقدر نتكلم. وزي ما بنقول كده الاتفاق على الحسن خير من التفرق على الاحسن. الاعتماد من الاخطاء الاعتماد على الفيتامينات والمكملات الغذائيه واعتبارها البروتوكول. وطبعا في بره في شركات كتيره بتاعه الحاجات دي بس يعني ايه بنقول يعني المفروض حتى اتشالت في البروتوكول الاخير. ده انا جاي في جاي من الصوت مع حد منهم كمان. شوف مين هيرجعني. مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك واللاكتوفيرين ومضادات الاكسده واستايل سيستين. يعني ممكن تلاقي روشته فيها خمس ست حاجات من دول وما فيهاش انتي فايرال مثلا خالص. البروتوكول المصري الجديد جعلها ما لغاهاش يعني خلاها اوبشنال. يعني انت شايف ان العين يستحق او مثلا ممكن حاجات اميونيتي والحاجات ناقصه نديله ما فيش يبقى يعني خلاص ما فيش داعي. تجاوز الحد الاعلى لجرعه الباراسيتامول. قصدي يمكن انا شفتها في حد قريبي ففضل بياخد باراسيتامول بكذا طريقه فانزيمات الكبد باظت ومش عارف ايه واتهم الباراسيتامول بكده. لا ما تزودش الجرعه المفروض عن 3 جرام في اليوم. الجرعات الكبيره لها اضرار على الكبد الذي قد يتاثر ايضا بالكورونا نفسها وبادويتها. فيبقى انا هبقى عامل اوجمنتيشن للايفكت. والباراسيتامول ده بيدخل في تركيب مستحضرات واسماء تجاريه كثيره. في المده الاخيره طلعت الحاجات اللي هي الواحد جرام. الواحد جرام دي يعني برضو الناس متعودين الحاجات السخونه دي تاخده قرصين ثلاثه فيعني واحد جرام في مرتين في اليوم يبقى خد 6 جرام في اليوم اكتر من اللازم. خد بالك اسال عليها ادويه السخونه والالم والبرد والصداع والفيتامينات. ممكن موجود حقن واقراص وكبسولات وشراب والبوس وفوار. يعني هتلاقي يعني العيان بياخده بكذا طريقه كله ده باراسيتامول. عدم اعطاء مضادات الفيروسات. هو مرض فيروسي ومهما اعطيت من فيتامينات ومضادات حيويه فان الاصل والاساس في العلاج هو مضادات الفيروسات وكلما اعطيتها مبكرا. للاسف ان كل دي الحاجات الموجوده في البروتوكول المصري ودي اللي مش موجوده ولو ان الكونفاليسنت بلازما اتحطت فيه يعني. لكن عامه كلهم مش ترو انتي فايرال. معظمهم عباره عن ريبيربس دراجز كانت معموله لاغراض اخرى ثم اتجربت وتلاقت ان هو ممكن تجيب نتيجه في وكان زي ما الدكتور ميسي بتقول يعني حاجه غريبه يعني. يعني كل عمال يطلعوا فاير انتي فاكسين لكن مش مطلعين انتي فايرال. يعني لينا سنتين دلوقتي ما فيش حد عارف يخترع انتي فايرال ضد هذا الفيروس. طب ما اخترعوا قبل كده الهيدروكسيكلوروكين اساسا انتي ملاريا والايفرميكتين انتي بارازيتيك انتي هيلمنسي والفافي بيرافير انتي انفلونزا والريمدي سيفير انتي ايبولا. اساسا ده كان انتي ايبولا معمول عشان ايبولا من 2014 وليه اول بس بيقولوا ان هو برود انتي فايرال برضه ينفع. والمونو فيش غير هو يمكن اليتيمه دي المونوكلونال انتي بوديز ودي ما تعتبرش دراج. دي عباره عن واحد عيه وخدت الانتي بوديز وانتهى في حد او عيت واحد او عيت فار او اي حد وخدت الانتي بوديز دي وانتهى في الانسان. وبعد كده السوفس بيوفير ده انتي هيباتيتس سي برضه انتي فايرال. اللوبينافير ريتونافير ده انتي اتش اي في. والكونفاليسنت بلازما اللي هي موجوده كده يعني وكلنا يعني بنخاف من استعمالها. سوء استخدام المضادات الحيويه. هو في الاساس مرض فيروسي فما لزوم المضادات الحيويه؟ لكن ممكن نديها في الحالات الاتيه برضو الحته بتاعت الشركات اللي حققت التارجت بتاعها ليها بتاع اربع خمس سنين مثلا لقدام من الانتي من الازيثروميسين وكده. فيعني نقول ايه
نقدر كده خلاص المؤتمر هيقفل يا دكتور محمد. نقدر نديها امتى؟ لو في ايفيدنت بكتيريال انفكشن زي كلر ديسبيوتر، لو في ليوكوسايتوزز وذ ابسولوت نيوتروفيليا، لو في رابيد اونست اوف كونسوليديشن باترن بس رابيد في يوم يومين كده، المفروض كان جيجي يقول لكن لقيت كده كونسوليديشن كبير، لو في ديفلوبمنت اوف لوبر كونسوليديشن، المفروض الكورونا ما تبقاش لوبر يعني، لو في سي ار بي ستيل هاي والزول فيريتين نورمال نزل، هم اتنين كانوا عاليين الفيريتين نزل لكن السي ار بي ما رضيش ينزل، معنى كده ان دي بكتيريا. لو في هاي بروكالسيتونين وده سبيسيفيك للبكتيريا الانفكشن، ولو في ري ابييرنس اوف فيفر افتر سام افيبرايل دايز. سوء استخدام حاجه تاني اللي هو الكورتيزون، خاصه طبعا الكورتيزون ده يعني ملك العلاج في كل مع بتوع الصدر، خاصه في حالات العلاج المنزلي، ونرى ذلك في الروشتات اللي فيها جرعات كورتيزون ديكساميثازون حقنه مرتين في اليوم مثلا من يدوب حاله مع اول يوم العيان راح للدكتور. عيب الكورتيزون انه يؤدي الى زياده تكرار او نسخ الفيروس اللي هو الفيرال ريبليكيشن، كما يزيد العدوى البكتيريه والفطريه مثل الفطر الاسود الميوكور مايكوز، والدكتور رمضان يعني ايه دايما بيدافع عن هذا الراي او يشرح المحاضره دي. امثله لسوء استخدام الكورتيزون، بدايته مبكرا منذ بدايه الاعراض او قبل مرور اسبوع من بدايتها، يمكن بعضكم كده مش مبسوط قوي من كلمه اسبوع، هفضل مستني اسبوع في حاجات ما تقدرش تستنى هقولها، او استعمال جرعات كبيره من الكورتيزون اكثر من المقرر. الجرعه الموصى بها لنقص الاكسجين هي 6 مللي جرام ديكساميثازون يوميا، مع ملاحظه اننا نعطي الكورتيزون ايضا بناء على الشده وليس التوقيت فقط. يعني مش بس اقول زي ما انا يعني فهمنا الاول لحظه ان ما ينفعش غير بعد 7 5 ايام او 7 ايام، لا ممكن اديه بدري، ولكن حالات يمكن البدء فيها بالكورتيزون بدري زي شخص حضر لي بتحاليل التهاب شديد منذ البدايه، يعني معاه تحليل فيريتين عالي والسي ار بي عالي والحاجات عاليه، يبقى يعني ماشي في انفلاميشن وفي سايتوكاين ستورم. لو شخص حضر لي منذ البدايه بنقص اكسجين اقل من 93%، ده مش هستنى على 5 ايام. لو تدهورت الاشعه بسرعه اكثر من 50% خلال 48 ساعه، سواء كنت عامل سي تي ولا عامل اشعه عاديه ولقيتها اتدهورت بسرعه خلال 48 ساعه، او جالي بتاكبنيا اكثر من 30 في الدقيقه، في هذه الحاله ممكن ما استناش الخمس سبع ايام واديه له الكورتيزون من بدري. سوء استخدام مضادات التجلط، خد بالكم كل دي سوء استخدام حاجات يعني ممكن تكون مفيده بس عدم استخدامها الاستخدام السليم. نسيان استعمالها خطا، انك ما تستعملش مضادات التجلط، في ناس ما ممكن ما تاخدش بالها انها بتديها من الاساس، ولكن الافراط فيها خطا ايضا. من منا لم يرى اضرارا لاستعمالها المفرط مثل النزيف والتجمعات الدمويه؟ خاصة مع يعني استمرارها في الاخذ، وتلاقي العيان في العناية ريتروبريتونيال هيموما مش عارف في البيت حصل له ايه، يعني هنلاقي يعني النزيف ده والبرين هيموريج كمان زي ما تقول دكتورة ميس. لا يلزم استخدامها للحالات البسيطة، يعني الحالة البسيطة زي ما قلنا ايه اللي هي كانت في البروتوكول المصري، يعني ما فيش التهاب رئوي وما فيش نقص اكسجين، يبقى ساعتها ما تديش انتيكواجولانت من الاساس. نص على ذلك البروتوكول المصري الجديد في 8/2021 ووضعها، بس هو يعني برضو انصفها يعني حطها في المتوسطه والشديده والحرجه، يعني شالها من الخفيفه بس لكن حاططها في باقي الثلاث حاجات موجوده. استخدم جرعه وقائيه وليس علاجيه، برضو دي حاجه ابتدينا ناخد بالنا منها ان هي بنعملها دلوقتي في المده الاخيره او ده المطلوب، الا في حالات محدده تستخدم فيها الجرعه العلاجيه، يعني الاساس وقائي. ممكن تستخدم علاجي امتى؟ في حالتين، لو ثبت فعلا وجود جلطه في الشريان الرئوي او اي مكان اخر في الجسم، دي في تي مش عارف في حته يعني ثبت ولقيتها وشفتها ان في جلطه اثبتت، يبقى دي خلاص ينفع ياخد جرعه علاجيه. او لو كان المريض على جهاز التنفس الصناعي الاختراقي، ودي حتى يمكن فيها ناس بيقولوا لا، لكن عامه البروتوكولات بتاعه الميكانيكال فنتيليشن بيقولوا ان يكون على يعني على انفيزيف ياخد ثرابيوتيك. في المستشفى استعمل انوكسابارين، وفي المنزل يمكن استعمال مضادات التجلط الجديده بالفم اللي هي النواك نيو اورال انتي كواجلانت، بس بجرعه برضه وقائيه، يعني ليها نيو اورال انتي كواجلانت ليها دور بس ايه في المنزل. اقصى مده لاستعمالها للوقايه من حدوث الجلطات هي 45 يوم. كنا زمان برضه بنسال بندي ساعات ناس بتدي لغايه 3 شهور. يمكن ان تستخدم اطول من ذلك لو كان هناك جلطه فعلا او سبب اخر غير الكورونا. غير كده يبقى ما تدي بس ما تزودش عن 45 يوم. دلوقتي انا باقي لي 3 محاضرات بس بعد ما خلصنا سوء الاستخدام ده. مش هياخدوا حاجه يعني في طيب بعد اذنكم. اهمال استعمال
في ثلاث شرائح، ادي واحده منهم. اول واحده اهمال استعمال كل شيء سين، رغم انه في البروتوكول المصري الان، وكنا بنتكلم عن عليه كده، على مش على استحياء يعني، او يعني كده في مش ما كانش واخد وضعه، لكن دلوقتي خد وضعه. بعضنا قد يكون لم يجربه بعد. اساس استعماله هو العلاج النقرس الجوت. بيشتغل ازاي بتاع ده؟ بيشتغل اميونوموديوليتور وانتي انفلاماتوري وانتي فايبروتيك. مكتوب في البروتوكول كاميونوموديوليتور عند وجود جراوند جلاس اوباسيتيز للحالات المتوسطه والشديده والحرجه. والحقيقه البروتوكول المصري كاتبه يعني عامل له خانه، اول خانه انتي فايرال، ثاني خانه اميونوموديوليتور، ثالث خانه انتي كواجلانت، ورابع خانه ايه؟ حاجه ثاني. طيب يمكن كورتيزون، الكورتيزون. فبدايته دلوقتي موجود في ثلاث حالات، في ثلاث حالات من الاربعه من الكلاسيفيكيشن بتاعت الكورونا. بدايتهم مبكرا ستجنبنا التنفس الصناعي وستقلل حدوث تليف ما بعد كورونا. 500 ملغ مرتين في يوميا لمده شهر. اثاره الجانبيه ناخد بالنا من الدي ان اثاره الجانبيه حاجات جي اي تي اساسا اسهال. عدم المعرفه من الاخطاء برضو، ان عدم المعرفه ما دام احنا يعني خاصه ان احنا يعني في الدكاتره القاده الراي والعلاج الكورونا، عدم المعرفه بالاجسام المضاده وحديه النسيله اللي هي مونوكلون الانتي بوديز رغم وجودها في البروتوكول المصري الان. بعضنا قد يكون لم يسمع عنه او يعرف انه موجود بمصر او يطلبه او يجربه. هو العلاج الذي اخذه الرئيس ترامب، مخصص للحالات الخفيفه والمتوسطه التي يخشى من تدهورها اللي من البروجريشن لوجود عوامل خطوره واضحه. نحن نطلب، ولجنه الوزاره هي التي تاخذ القرار، وتوجد اسماء منها. واخيرا ليس امامنا الا العمل ضد كورونا، والامل في كرم الله هو يشيل عننا هذه الكورونا. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك.